تعالوا نشوف القضية كمان اللي حظيت باهتمام كبير جدا خلال الساعات القليلة الماضية، والاهتمام بهذه القضية ليه؟ لأن محمد صلاح قيمة كبيرة بنعتز ونفخر بيها. في أزمة كبيرة جدا مع اتحاد الكرة، هذه الأزمة وصلت إلى حد الفيديوهات المتبادلة والبيانات المتبادلة. قلنا تعالوا نفهم القضية، خلاص الناس تبعت كل ما قيل يعني، وهنشوف بعض المقاطع من اللي قالها محمد صلاح من خلال البث المباشر. بس تعالوا نفهم القضية مع الكابتن مجدي عبد الغني، واحد من أهم لاعبينا المحترفين السابقين وكمان عضو اتحاد كرة القدم. كابتن مجدي أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل، إزي حضرتك؟ كابتن مجدي، لو عايز كده يعني بهدوء شديد نشوف الأزمة كيف بدأت وإيه اللي حصل فيها، وكمان نعلق على ما قاله الكابتن محمد صلاح. يعني أقول يا كابتن مجدي، هنا الاتحاد الكرة عقد اجتماعا وأصدر بيانا، وكان في بيانات سابقة الاتحاد قال ما عملناهاش يعني. الأزمة فين وايه اللي صدر عن اتحاد الكره قبل ما نعلق على الكلام اللي قاله الكابتن محمد صلاح؟ اتفضل. هو طبعا الخطاب اللي موجود قبل كده حتى يعني اسلوبه ركيخ ما ينفعش يطلع من الاتحاد المصري لكره القدم، وده للاسف الشديد. يعني انا مثلا عندي اكونت كاتب كلام، انا الاكونت ده ما اعرفش عنه حاجه خالص، محطوط صورتي بس واسمي، لكن انا لا ادير ولا اعرفه ولا عندي خلفيه عنه خالص. وحضرتك لو فتحت هتلاقي حاجات كتيرة للوائل الإبراشي، ناس عاملاها وصورك موجودة، وللأسف ناس بتنتحل الشخصيات، وده موضوع لازم يعني نشوف له حل. وأنا طلبت من تويتر إنها تقفل كل الأكاونتات ديت، وأنا أصلا ماليش في تويتر، لكن هضطر أعمل تويتر رسمي عشان أمنع الكلام ده إنه طيب يعني أولا التويت عشان هي انتشرت يا كابتن مجدي، ولقيت الناس حتى بيبعتوها لبعضهم البعض، شايفين دي مش بتاعتي خالص والله. اللي هو أنا متأكد لو أتيحت الفرصة لأي لاعب هيبدع أكثر من محمد صلاح مسألة حظ. طبعا ما ينفعش كلام مش منطقي، وأنا كمسؤول في اتحاد كرة القدم ما ينفعش أرد بتويتة زي دي إطلاقا، يعني أنا راجل غير مسؤول، كلام مش منطقي، وللاسف حتى اسلوبها كمان ركيك. انا راجل خريج ليسانس اداب قسم الفلسفه، ما ينفعش اكتب بهذا الشكل يعني. لكن على اي حال احنا عايزين نقول ان شاء الله ما فيش ازمه ولا في حاجه، احنا متمسكين بكابتن محمد صلاح. محمد صلاح هو ابن من ابناء المنتخبات المصريه، محمد صلاح بدا يعرف الشكل الدولي في المنتخبات من خلال منتخب الشباب اللي اثبت فيه جداره وراح كاس العالم في كولومبيا، وانا كنت رئيس البعثه مع محمد. محمد من الشخصيات المحترمه جدا جدا، لدرجه انه يعني كان من اقرب الناس ليا في المعسكر المنتخب، احنا قعدنا شهر هناك في كولومبيا، وكنا في رمضان كمان، وهو ملتزم جدا. عايز اقول ان مفيش ازمه ان شاء الله باذن الله. محمد صلاح له بعض الملاحظات بس كنت اتمنى ان الملاحظات دي تبقى في اوضه مغلقه، يعني تبقى بيننا وبين بعض، لا 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 يتعمل لها تويتا ولا يتعمل لها ايميل ولا يتعمل لها كلام يعني نناقشه في وسائل الاعلام. دلوقتي احنا في اطار الاسره الواحده احنا بنحاول كاتحاد مصر لكره القدم نوفر كل سبل الراحه للمنتخب، لان توفير سبل الراحه لمصلحتنا بيعود على النتائج. كون ان ممكن يكون في وقت من الاوقات حصل اخطاء او حصل تجاوز او حصل مثلا حد طلع ما كانش المفروض انه يطلع، حد اتصور، انت عارف ان فتره من الفترات محمد صلاح فجاه بقى معشوق الجماهير في الوطن العربي كله والعالم، مش مصر بس. فالاطفال او الابهات كانت بتجيب اطفالها الصغيرين عشان يتصوروا مع محمد صلاح. طبعا يعني ده يعني عايز اقول ايه، ده ما يمنعش ان احنا نوفر له السبل الراحه. كون ان حصل بقى مره او مرتين او ما اعرفش، انا ما قالش محمد ما ذكرش قد ايه، ان حد طلع له الساعه 4 الصبح وان حد خبط على بابه 4 الصبح عشان يتصور معاه ويديله. لا ده قال كثيرا، بيبقى قاعد في الاوضه كده
ف هو جه في رمضان للاسف، والناس بتسهر في رمضان من 4 الصبح دي، للاسف الناس بتبقى بتسحر بره بيوتها ويقول لك تعالى نروح نتسهر مع محمد صلاح. طبعا ده مش خطا اتحاد الكوره، لكن خطا الفندق. كان لابد ان محمد صلاح في ذلك التوقيت اول ما يحصل حاجه زي كده. لا 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 يا كابتن مجدي، ما انا مش هحاسب الفندق يعني. يعني انا هقول لك اهو، ما انا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك ما ركزتش كويس، انا مش هحاسب الفندق، هحاسب. لا ما انا هقول لك يا استاذ وائل، هقول لك انا النهارده محمد اتضايق من موقف معين، حد عدى عليه الساعه 4 لمدير المنتخب، لو سمحت حط لنا سكيورتي الفندق، يزود السكيورتي، لان احنا ما عندناش سكيورتي. وهو ده اللي طلبه محمد صلاح يعني، واحنا ده ما مش مختلفين فيه، احنا مش مختلفين، احنا مختلفين ان وكيله يبعت ايميل ويقول اذا ما نفذتوش الكلام دوت تقدموا استقالتكم. ما يقدرش يعني، انا اسف في اللفظ، وزير الشباب والرياضه المصري لو قال جمله زي دي الاتحاد الدولي يوقف مصر، لان يقول لك ده تدخل حكومي. طب خلينا احط كده النقاط يا جماعه. انت شايف ان المشكله في رامي عباس الوكيل، وكيل محمد صلاح، انه بيتحدث بلغه مهينه لاتحاد الكره؟ لا مش مهينه يعني، هو يعني كونه يقول كلام زي ده، هو ده مش المفترض انه يقول كده، مش من حقه انه يقول كده. ممكن يكون هو عشان كان عايش في كولومبيا ودلوقتي عايش في انجلترا، فالانجليزي بتاعه مش تعفه، او انا مش فاهم. ما هو محمد صلاح معلق في الفيديو وقال انتوا كل شويه تقولوا المحامي الكولومبي، يعني هنا في طب اشاره. هو حضرتك ينفع يعمل كده؟ نعم ينفع يبعت يعني، انا دلوقتي انت مش عاجبني على الشاشه، ينفع اقول لك تستقيل تمشي من القناه؟ انا مالي؟ ده شغلي انا؟ بس هو بيتكلم محمد صلاح عن فكره الاشاره الى جنسيته بهذا الشكل يعني. لا يا ريس، احنا مالناش دعوه بجنسيته، له كل الاحترام والتقدير. له كل الاحترام والتقدير، احنا لا لينا دعوه لا بجنسيته ولا لينا دعوه، ده هو عربي كمان، المفروض ان اصوله عربيه. احنا لا نتحدث، يا رب تبقى اصوله. احنا في كره القدم ممنوع العنصريه وممنوع الـ 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 التفرقه بين الناس، احنا رياضيين وفاهمين الكلام ده. طيب خلينا هنا الميل اللي فيه، اللي هو اللي بيتكلم عن اللي فيه لغه تهديد، اللي بيطلب فيه من الاتحاد ده انه يستقيل. انت بتعتبر ان ده خطاب لا يجب ان يقبله احد، وده طبعا خطاب مهين يا كابتن مجدي يعني. لا، خطاب لا يجوز انه يقدم لشخصيات محترمه في اتحاد كره القدم المصري، لان ده مش دور الاستاذ رامي يعني. ده الاستاذ رامي من حقه انه يطلب حراسه لمحمد، من حقه انه يطلب الراحه لمحمد، من حقه انه يطلب، وهو طلب على فكره لمحمد. محمد لما طلع بيقول انا بطلب مش ليا لوحدي، لكل اللعيبه، لكن الخطاب اللي جاي لنا محمد ما فيهوش لعيبه يعني. الخطابات اللي موجوده، اللي هي موجوده احنا معانا عندنا الايميلات، هي موجوده، اتفرج عليها وراها حضرتك هتلاقيها محمد فقط يعني. هو يطلب لمحمد صلاح ولا يطلب لكل اللاعبين يعني؟ ما بيقولش البلايرز، ما بيقولش فور محمد اند اذر بلاير مثلا. انت واخد بال حضرتك؟ انما محمد طالع يقول احنا بنصدق محمد طالع يقول انا بقول الكلام دوت عشان خاطر راحه اللعيبه، ماشي، واحنا كمان موافقين ان احنا نريح اللعيبه، ما عندناش مشكله اطلاقا ان اللعيبه ترتاح. اللعيبه لما ترتاح تدينا نتائج، ولما تدينا نتائج تدينا تاريخ وانتصارات. فاحنا ما احناش ضد بعض. في كلام تاني من كلام رامي عباس كان ملفتا للانتباه يا كابتن مجدي. ما هو مثلا نجيب ازاي نجيبه من الطياره نوديه الفندق من غير ما حد يتصور معاه او من غير ما حد يشوفه؟ طب احنا يعني دي تتعمل ازاي؟ يعني هو هيختم باسبوره فين؟ مش هيختم باسبوره في الجوازات؟ لو بعتنا له حتى مندوب ياخد باسبوره ويوديه هو الفي اي بي، مش ممكن الفي اي بي يبقى فيه حد هيتصور معاه؟ يعني عايز اقول ان الناس بتحب محمد صلاح بتعشقه يعني. ممكن الناس الموظفين في مطار القاهره يستنوا محمد، هم اللي يتصوروا معاه، اللي هم من حقهم يخشوا المدرج. هو في جمهور بيخش المدرج؟ ما فيش جمهور بيخش المدرج. طيب بس هو حكاية المطار دي طلبها لمحمد صلاح فقط ولا يعني في سائل؟ لا، عندك في الايميل مطلوبة لمحمد.
طيب هو محمد صلاح علق على ده، واحنا هنعرض وانت معايا بعض الاجزاء كده يا كابتن مجدي، عشان بس انا يهمني نوضح للناس ايه اللي حصل. هي القضيه مش قضيه تراشق اتهامات يعني. ما انا بقول لك محمد طلع بيقول انا مش ليا انا لوحدي، بكل اللعيبه، بعكس بعكس الخطاب. ما انا بقول لك محمد طلع قال كده، قال لكل اللعيبه، بس الخطاب ما بيقولش كل اللعيبه. طيب بس هنا كابتن مجدي خليني اقول لك، واحد من الواضح ان في تراكمات كثيره. نعم ما ينفعش حد يطلع يخبط، ما هو اللاعب كمان انا لازم اضمن له. محمد صلاح هنا يعني خلينا نقول انه بعض ما تحدث فيه يعني عنده اسبابه الحقيقيه. معنى ان حد بيطلع يخبط في اي وقت، ومعنى انه يقول لك ان انا نمت الساعه 6 الصبح، لا، ده مع اللاعب يفقده التركيز تماما، وده معناه ان في اخطاء في رمضان. عايز اريح اللاعبين ازاي؟ النوم 6 الصبح ده مش يومي على فكره، ده كان في المعسكر اللي قبل ما يسافروا لروسيا. انا ما بدافعش، لان انا اصلا ما كنتش مسؤول عن القصه، يعني انا مش مسؤول. لكن عايز اقول لك ان ده كان في رمضان، في الايام الاخيره من رمضان، والناس في رمضان ما بتنامش قبل 6 الصبح وقبل 5 الصبح بعد السحور وبعد الكلام ده. يعني عايز اقول ان 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 دي كان ليها ظروفها بس، وده ما حصلش. هم قعدوا في الفندق لمده يوم، يعني جه محمد صلاح يوم اتمرن ومسافرين تاني يوم، بيركبوا الطياره ومسافرين تاني يوم. انت واخد بال حضرتك؟ فانما على اي حال، احنا الكلام ده في اوضه مقفوله بينا وبين بعض. ايه اللي انت عايزه يا محمد يريحك ويريح اللعيبه؟ طبعا احنا متفقين يا كابتن مجدي اكيد على ان محمد صلاح هو قيمة، يعني هو اهم، يعني هو واحد من افضل خمسة في العالم الان، وربما افضل ثلاثة. يعني بص حضرتك، يا كرة القدم مش لعبة فردية، لكن وجود واحد زي محمد صلاح يضيف كرة القدم لعبة 11 راجل قبل ما يبقوا لعيبة كورة. لو جبت 11 لعيب كوره قدامهم 11 راجل، 11 راجل يكسبوا لعيبه الكوره لو مش هم رجاله. انا بكلمك بصفتي لعيب، بس انا بكلمك بصفتي لعيب واحترف. انا احترفت برضه في زمن ما كانش حد يعرف في مصر يعني ايه احتراف. لا، فكره اداره النجم لما يوصل الى انه يبقى من احسن ثلاثه او خمسه في العالم يا كابتن مجدي، عايزه مجهود مختلف يا ريس. عايز نقول يا جماعه تعالوا اتحاد الكره كده نشوف بزمتك كيف بزمتك ندير نجوميه. طيب، محمد صلاح ونضمن له الراحه التامه. طيب انا بس عايز اقول لك حاجه. انت متخيل ان كريستيانو رونالدو بيبقى معاه بوديجاردات في معسكر منتخب؟ انا رحت اتفرجت على البرتغال وهي بتلعب وهي بتتمرن. انت متخيل ان كريستيانو كانوا في بدجارد مستنيينه بره عشان ياخدوه يفصلوه عن الفرقه؟ ما فيش. بس اللي خلى صلاح يقول كده ايه؟ لان كريستيانو رونالدو اكيد ما حدش بيطلع يخبط عليه الساعه 2. لان بقى اتيتيود. هو في حد بيخبط على حد في اوروبا بعد الساعه 7؟ ما حدش. ده انا لما بتحب بقى اجي ازورك ما بروحلكش الساعه 6، ما بقاش في حد في الشوارع، ما بالك بقى حد يروح يزور حد في 4 الصبح عندهم. طيب ما عندهمش 4 الصبح غير عندك. انا الو يا استاذ وائل، انا جاي لك افطر معاك. طيب قول لي يا كابتن مجدي، هنا انا قدامي قائمه الطلبات اهي، تعال نناقشها واحده واحده كده. الاولى يا جماعه اللي قدامي دي عدد 2 حارس خاص. طب خارج غرفه اللاعب محمد. طيب، في جميع الاوقات. طب هو ده للفرقه؟ وحارس خاص في المصعد وفي الطابق الذي يتواجد فيه غرفة اللاعب، ويتم حجب كل المكالمات الهاتفية في غرفة اللاعب. ده ماشي طبيعي يعني. إنما خلينا بس الزور الترويجي ده، فكرة الحراسة دي كان ردكم عليها ايه وفي الاجتماع النهاردة؟ لا، هل انت هنا في اي فرق؟ نعم. هل في هنا كلام على باقي اللعيبه؟ لا، هو هنا بيتكلم عن محمد. طيب ايه بقى؟ بيتكلم عن محمد. طلع محمد، احنا بقى محمد صلاح محمد. في الفيديو احنا مصدقين محمد انه بيتكلم عن باقي اللعيبه. ماشي، يبقى هنا في فجوه الحقيقه. ممكن يكون محمد صلاح بيقعد يتفق مع وكيله
على هذه المطالب، لكن صياغتها جاء بشكل سيء يعني. لا خد بالك بقى، بعت يقول ايه؟ ما تتكلموش مع محمد صلاح لوحده، انا اللي عايز يتكلم مع محمد صلاح ثرو مي، من خلالي. طب يبقى كوميونيكيشن من خلال الوكيل بتاعه، والوكيل بتاعه باعت يقول لك استقيله، يبقى ازاي بقى يبقى في كوميونيكيشن صح؟ هو فين الخطاب اللي فيه يا جماعه خلال 5 ايام باين تقدموا استقالتكم؟ ينفع يديني مهله؟ يعني انتوا يوم الخميس هتقدموا استقالتكم ولا امتى يا كابتن مجدي؟ هو ينفع؟ انا عارف طبعا ان دي على هواك، بس هو ينفع الكلام ده؟ تضحك. والله انا بدعمك، بس انا مش عايز النقاش معاك الفدافئ في ازمه لازم نوع تدخل تاخد شكل المواجهات. خلينا نقدم المعلومات للناس بهدوء. يا استاذ وائل انت حبيبي فعلا يعني. الله يخليك يا كابتن مجد، وانت الحق يعني قيمه رغم كل ربنا يبارك المداعبات والمشاكل، بس خلينا خطوه. يبقى اذا هنا انتوا شفتوا ان خلينا ناخد الجزء ده كده مع الكابتن محمد صلاح، نحاول اللي هو الجزء يا جماعه اللي بيتكلم فيه عن الحراسه، لان واضح انها مختلفة عن الخطاب اللي كاتبه رامي عباس. رامي عباس هنا بيتكلم عن حراسة مخصصة لمحمد صلاح في قدام الأوضة وقدام المصعد، ومحمد صلاح بيتكلم على أنا بطلبها لكل اللاعبين. مساء الخير عليكم. النهارده طبعا أنا بعمل فيديو ده عشان بس أرد على الحاجات اللي حصلت خلال اليوم أو اليومين اللي فاتوا دول. اتمنى ان كل حاجه تبقى واضحه للناس. انا اكيد مش عايز ادخل في صراعات ولا في مشاكل ولا اي حاجه، بس اللي حصل ده طبعا سمعت من وجهه نظر واحده، فلازم تسمع من وجهه نظر انا كمان، وانا شايف الموضوع ازاي. وانا ما بتكلمش باسمي كصلاح بس، ومش عايز اظلم اللعيبه معايا. انا في كابتن فرقه وفي لعيبه كبيره وقديمه عني في المنتخب يعني ليها الحق انها تتكلم بالنيابه عن اللعيبه، فانا بعتذر لهم من الاول. بس انا بتكلم على حاجات بشوفها مع اللعيبه وشكاوى بشوفها مع اللعيبه محدش بيتكلم عنها. فانا لما جيت اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت فيه من زمان. في كذا نقطه انا كاتبهم طبعا عشان ارد عليهم، عشان الرد يبقى واضح بالنسبه لكل الناس. اول نقطه بس بالنسبه لي اسهل طريقه للتضليل هي تشويه المشكله، وانك تشوف المشكله بسيطه، وانك تشوف المشكله مع صلاح. وانا ما افتكرش ان في مشكله معاه شخصيا، انا ما عنديش مشكله مع حد شخصيا. انا بطلب كل حاجه للعيبه تبقى كويسه ومرتاحين، وفي نفس الوقت ان اللعيبه تبقى مرتاحه، وده انا بطلبه بناء على حاجات انا بشوفها بره وبتعامل معاها بره، وبتعامل معاها من غير ما اطلبها انا. فانا لما باجي اطلب حاجه واقول يا جماعه ده الاحسن، انا بقول ده الاحسن بالنسبه للعيبه كلها مش لصلاح كشخص. اول حاجه موضوع الامن او سكيورتي اللي هم يعني اللي انا اتكلمت فيه، او المسؤول يعني الراجل المحامي بتاعي اتكلم فيه معاهم، انا بتكلم عليه على اساسه ان يبقى فيه سكيورتي للمنتخب، وفي حد يبقى معايا مش كان معايا صلاح يفضل ماشي ورايا يزق الناس. لا انا بس المعسكر الاخير لما جيت المنتخب نمت الساعه 6 الصبح، نزلت افطر ونزلت اتسحر، نازل افطر ونازل اتسحر. قالوا لي معلش ما ينفعش تخرج عشان خاطر لامنك وسلامتك. ليه؟ اللعيبه كلها تحت. لا بس في ناس تحت زحمه وما ينفعش انت تنزل تحت. ايوه طب ايه المشكله؟ احنا في معسكر منتخب، معلش احنا اسفين، ناس كتيره تحت في الريسبشن وفي القاعه بتاعه الاكل. فانا مش عايز اوجه اتهام لحد معين، بس انا في منتخب مصر ودي فرقه، وطبعا معسكر، والمعسكر يبقى مغلق، ومفروض ان ما نشوفش حد، ما نشوفش لعيبه. انا مش يعني الناس بتاخدها اللي هو اول حاجه قالوها بعد الكلمتين اللي انا قلتهم، قال لك ده دخلوها في الوطنيه، صلاح مش وطني، صلاح ما بيحبش بلده، صلاح مش عارف ايه، مش عارف ده جابوه الكلام ده ازاي. يعني الناس انا متاكد ان الناس كويس جدا عارفه علاقتي بيهم، وعلاقتي الحمد لله بالبلد كان من ناحيه وطنيه، كان من ناحيه كل حاجه. فما افتكرش ان الناس سمعت الكلام ده كويس، لانهم كمان نزلوا خطاب وبعد كده قالوا الخطاب مش تبعنا. بس انا عارف كويس ان الخطاب تبعكم، الخطاب اللي قالوا فيه المدعو محمد صلاح. فيعني مش موضوعي، مش هتكلم فيه كتير، انا بس هتكلم في حته السكيورتي. لما تبقى عندك لعيب او لعيبه بتنام 6 الصبح، يبقى انت محتاج، يبقى في مشكله. هو ليه؟ طيب كابتن مجدي، بس انا هاخد جزء لان انا يهمني بس نصارح الراي العام بما حدث. يعني هو طبعا بيقول هنا
هو مصمم على ان الخطاب الاول اللي صدر عن اتحاد الكرة اللي تم سحبه بعد ذلك، وقالوا انه الاتحاد لم يصدر هذا البيان اللي هو كمان كان مهينا يعني اللي فيه المدعو. لا 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 لا، مفيش سحبه، مفيش سحبه. انا بقول لك يا استاذ وائل لم يصدر من اتحاد. احنا اجتمعنا النهارده، بعد ما اجتمعنا طلعنا قلنا اللي احنا عايزينه. يعني ده قولا واحدا اللي على الشاشه ده ليس بيان اتحاد الكرة بتاعنا خالص، والله مزور، والله زي التويته بتاعتي اقسم بالله مزوره وما اعرف عنها. وفي تويته انت بتقول فيها ده كان موجود عصام عبد الفتاح وسحر الهواري. يا سحر الهواري خرجت من السجن يا اخي، والله اي كلام يا اخي، والله ما اعرف عنها حاجه، ولا تويتر ده اعرف عنه حاجه ولا بستعمله. طيب يبقى محمد صلاح واضح انه في يقينه واخد شويه من كلمه المدعو وتحويله لجنه انضباط يعني. يا ريس ده اسمه كلام، يعني ده اسمه كلام برضو. يعني نجم مصر ولعيب محتاجينه ولعيب هنبعت له عشان يجي يحضر المعسكر اللي جاي ويلعب مع منتخب بلده ويحقق ريكورد ويعدي نادي المائة، فكل دي ارقام ما بتحصلش غير مع منتخب مصر. كل دي يا استاذ وائل ارقام، نادي المائة ده ما بيحصلش غير لازم يلعب 100 مباراه دوليه. ممكن محمد صلاح يبقى عميد العالم يعدي احمد حسن في 178 ماتش، ولا ما اعرفش احمد حسن ماتشات وقت ايه. كل دي ارقام بتتحط في التاريخ. فازاي محمد نقول على محمد صلاح مدعو، ولا نقول له تحقيق، ولا نقول له لا. طيب. لا وكويس انك بتقول ده، لان كان في كمان تويته تانية على لسانك اللي انت بتقول احنا عملنا الخطاب ده فعلا وبعد كده هاني ابو ريده بعنا وتنصل من هذا الخطاب. يا راجل ينفع؟ يا اخي طيب. والله انت مالكش حل وحق ربنا. طيب قول لي بقى النقطة الثانية. طبعا هو بيتكلم على انه اهو يعني بيقول انا ما بطلبش لنفسي بس، انا بطلب لكل اللاعبين. محمد صلاح هنا غير محمد صلاح في ايميلات رامي عباس. بالظبط، برافو عليك، برافو عليك. ايه بقى الاختلاف؟ محمد صلاح في الفيديو ده على راسنا من فوق، ومحمد صلاح طلباته بالنسبة لنا اوامر. راجل وراجل مقدرينه وراجل يا راجل. انا بروح ليفربول، بروح انجلترا وبروح ليفربول، شوف من لندن ليفربول عشان اتفرج على محمد صلاح، بيبقى سايب لي التذاكر اروح اتفرج عليه. طيب وبالتالي هنا يعني يمكن الالتفات لفكره يا جماعه، والله طالما اللعيبه في ناس بتطلع تخبط عليها لازم نشوف لما نعمل معسكر بعد كده ازاي نضمن ان مفيش حد يطلع للعيبه. بس 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 ده موضوع بسيط انه يتحل، ده موضوع بسيط ان احنا نحله، وان احنا لو عندنا اخطاء نصلحها. احنا بنتعلم كل يوم. هو محمد صلاح اتعلم او شاف اللي هو شافه ده مره واحده؟ ما كان في بازل في سويسرا ما شافش اللي شافه في ليفربول. يعني بازل في سويسرا ما كلم عمر محمد صلاح ما جه كلمنا على انه بينام بدري ولا بينام متاخر ولا متضايق من التصوير ولا 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 ولا. ليه الحياه في سويسرا؟ ليه مش بقى اللاعب بيتطور؟ انا لسه بقول لك يعني صلاح الان من احسن كده. احنا كمان من احسن خمسه في العالم، فلازم ادير هذه النجوميه كمان يا كابتن مجدي. احنا كمان يا استاذ وائل بنتطور، لو خطا حصل نصلحه، بس ما نطلعش نتكلم على الملأ، ما نطلعش نتكلم على الملأ. لو ده ابننا، يعني انا لما بطلع رئيس بعثه وابن من ابنائي غلط مثلا او عمل حاجه مشينه، اخر حاجه افكر فيها ان انا ارجعه مصر. اخر دلوقتي الاتحاد في الخطاب اللي هو الحقيقي يعني البيان الحقيقي بيقول فيه ان هو اعتقد ان هو بيان متنقي ومهدئ، ويعني مطلوب ان الامور ترجع لمجاريها. بس قال ان هو هيتخذ الاجراءات القانونيه اذا، اعتقد ده في اشاره الى رامي عباس يعني. لا يا ريس، الاجراءات القانونيه ضد كل من يتجاوز ضد الاتحاد، دي مالهاش بالشرط رامي عباس يعني او غيره. الا في حال التمادي الطرف الثالث. مين الطرف الثالث ده يا كابتن مجدي؟ الثيرد بارتي. مين الثيرد بارتي؟ ماشي، اللي هو مين الطرف الثالث؟ لا ما اعرفش يقصدوا مين الثيرد بارتي في الحقيقه. طيب
يعني واضح الطرف الثاني الاتحاد هنا بيتكلم على ان في الاتحاد وفي كابتن محمد صلاح وفي رامي عباس، يعني اللي فيه تناقض يعني في بين كلام محمد صلاح في الفيديو وكلام محمد صلاح من خلال رامي عباس. حلل الموضوع وشوف هل هناك تناقض ولا لا. ده انت اللي بتدير البرنامج وانت اكثر خبره مننا. طيب خلينا اخد كده الجزء الثاني من كلام الكابتن محمد صلاح عشان نرد عليه ونشوف يا جماعه كيف يمكن ان نصل الى حلول. احنا محتاجين محمد صلاح، وفي نفس الوقت كمان اذا كان في صياغه فيها اهانه لمؤسسات، يعني هنا صياغه متعلقه بمطالب حتى لو كانت المطالب مشروعه، لكن كيف يتم صياغتها دون المطالبة؟ يعني احنا هنا بنطالب باستقالة الاتحاد، يعني لكن لما بتكون علاقة بين لاعب واتحاد الوضع بيختلف. يعني تعالوا نشوف الجزء الثاني من كلام الكابتن محمد صلاح. ايه المطالب وهل المطالب دي تم الاتفاق في الاجتماع اليوم؟ نسأل كابتن مجدي عبد الغني هل هيحققوها لكل اللاعبين ولمحمد صلاح ولا لا؟ يبقى انت محتاج، يبقى في مشكله. هو ليه ما يبقاش عندنا قناعه ان احنا ممكن نبقى غلط؟ انا عادي ممكن ابقى في حاجه غلط واعالجها، بس انا ما بطلبش السكيورتي يقعد محمد صلاح ينام جنبه. مش عايز، انا بقعد انا مع اللعيبه نقعد اتنين في الاوضه، صلاح مش قاعد لوحده في الاوضه. ما بطلبش زيادات عن اللعيبه، ما بطلبش ان انا اروح باوتوبيس لوحدي ولا عربيه لوحدي، ولا عمري اطلب ده، عشان الناس بتفتكر ان انا ممكن اطلب ده. يعني انا ما طلبتش ده ولا عمري هطلب ده. انا طلبت ان يبقى في سيكيورتي عشان خاطر النظام في الاوتيل، اللعيبه تخرج براحتها، عايزين يقعدوا في الريسبشن، عايزين يعملوا ده، عايزين يعملوا ده. بالنسبه لكل الناس، مش عارف ليه خدوها ان صلاح لوحده، واخدين ان صلاح خلاص دلوقتي احنا نكبرها، ان صلاح بيتكبر على البلد ومش عايز ينزل، وبتكلموا ان صلاح بقى في ليفربول. انا في ليفربول بقى لي سنه تقريبا بلعب، والحمد لله ماشي كويس بقى لي سنه او سنين، يعني الحمد لله الدنيا كويسه، ما عنديش مشكله. مش جاي دلوقتي اللي هو ساعه المعسكر بتاع النايجر مثلا او ايا كان، لا هعمل مشكله عشان خاطر مش عايز انزل او عشان خاطر اتكبرت. يعني ما اتكبرتش في يوم وليله. تاني حاجه، احنا بعتنا خطابات كتيره طبعا جدا، ما تردش عليها، ما تردش عليها باي شكل من الاشكال. بتتساب بالاسبوع والاسبوعين وبعد كده ترد، اوكي هنرد عليك بعد الاجازه، ماشي هنظبط كل حاجه بعد الاجازه، فما فيش اي حاجه ترد عليها. هم قالوا ان كل حاجه طبعا دي ما حصلتش، وقالوا ان مفيش حد بيطلع الاوض الساعه 4. انا مش فاهم ازاي، مع انه ممكن تسالوا الاوتيل عادي جدا، ممكن تسالوا اللعيبه. مش عايز ادخل اللعيبه في الموضوع عشان المشكله بتاعتي انا. انا ما طلبتش معامله خاصه من حد، ما طلبتش ان انا اتعامل معامله خاصه ولا ان انا امشي لوحدي ولا اعمل ده كله. انا بطلب حاجه بشوفها بعناية انها تتعمل بره، وبشوف ان احنا عندنا الامكانيات وسهل جدا ان احنا نعملها. يعني انت ما بتعملش حاجه خارقه ان ما حدش يقدر يعملها. بص على اي فرقه او اي منتخب بره، بتلاقي معاه حد الحرس الخاص بتاعه، الناس بتعمل لهم كل حاجه، بيقعدوا في الاوتيل لوحدهم، بيقعدوا في الريسبشن، بيقعدوا في كل حته. الموضوع بالنسبه لهم سهل، مش لازم عشان لعيبه لازم يبقوا مظلومين وطالع عينهم. يعني لا، ممكن نعيش حياه طبيعيه جدا في المعسكر ونبقى مبسوطين. ده النقطه المهمه اللي او من اهم النقط اللي كنا بنتكلموا عليها النهارده واحنا كنا بنتكلم عليها. يعني عشان بس كاتب نقط. الفكره كلها ان هم كمان واخدين ان المشكله، يعني كل الكلام كله ان اسلوب رامي وحش او المحامي بتاعي اسلوبه وحش. ما انت في مشكله، حل المشكله وسيبك من اسلوبه. انا ما اعرفش اسلوبه وحش في ايه، مع ان الكتابات كلها دلوقتي في النت ما شاء الله، يعني هم سربوا او الخطابات كلها اتسربت، ومع ان ده مش قانوني ومش فاهم ازاي، وممنوع ان حاجه زي كده تتسرب. كل حاجه دلوقتي، بعد انا ما قلت ان انا هطلع لايف، كل حاجه دلوقتي بقت تتسربها في الميديا عادي جدا. ان الخطابات دي ما كانتش موجوده اصلا قبل خطابهم هم او قبل المؤتمر الصحفي بتاعهم هم، الخطابات دلوقتي بقت في الميديا عادي. وشوفوا يا جماعه كلكم عشان عارفين ان انا اطلع لايف. اوكي، موضوع ان انا حد يستناني عندي الطياره، انا بقصد بيه او المقصود بيه، مش انا اقصد بيه، المقصود بيه ان انا لما بنزل مصر، لما بتيجي تخرج من اي مكان، يعني تبقى كله عارف ان بيبقى في زحمه في المكان، لما بتخرج عادي بيبقى في زحمه. انا ما طلبتش ان انا ابقى مع اللعيبه في المعسكر واسيب واحنا مسافرين اروح انا في مكان لوحدي وامشي من طياره لوحدي وعربيه لوحدي، ما فيش الكلام ده كله. انا بتكلم من ساعه وصولي من لندن ان انا يبقى في طريق سهل شويه. في ناس كتير بتعمل في اي بي، في ناس بتعمل كذا طريقه ان انا اخرج بيها. ده المطلوب منهم، ده المطلوب ان انا كنت بطلب منهم كده.
ان هو تسهل لي الاجراءات ان انا اخرج شويه، انما محدش قال ان اكسر قواعد البلد وما تعملش زي الناس، لا ما حدش طلب ده. بس ما افتكرش ان كل الناس بتيجي تمشي من طريق واحد كله مع بعضه، مش دايما، وما طلبتش غير ان هي تسهيل، انك تسهل الموضوع ده. لكن انا ما اعرفش اتاخدت ازاي ان هو مع ازاي مع الفرقه تمشي لوحدك، يعني ما اعرفش الكلام ده جه منين، انا ما كتبتوش وما انطلبش ومش محطوط في الخطاب ولا اي حاجه. بس هي الفكره كلها ان الكلام لازم يبقى يبان شويه للناس، ان محمد ازاي اتغير، ومحمد ازاي بقى ضد البلد، ومحمد ازاي مش عايز ينزل. الناس ما بقتش تصدق الكلام ده، احنا في 2018 لسه بنتكلم ازاي المحامي بتاع الكولومبي بنتكلم في خطاب من اتحاد الكوره ضد لعيب او اتحاد الكوره على حد معين اتذكر فيه كلمه الكولومبي 20 مره واحنا في 2018. فما افتكرش ان ده حاجه كويسه ان احنا عاملين بس نبين للناس قد ايه ان هو المحامي بتاعه هو سبب المشكله. ما افتكرش ان المحامي بتاعه سبب المشكله. تاني حاجة موضوع ان هو صلاح بيطلب ان محدش يقابله ومحدش يتصور معاه ومحدش يطلع له الأوضة. ما افتكرش ان في حد، يعني ما افتكرش ان في لعيبة، انا بلعب بره الحمد لله بقالي فتره طويله، وعمر ما شفتها ان حد ممكن يجيب لي حد يطلع يقعد معايا في الاوضه ويتصور معايا ويقعد معايا ويتكلم معايا. مش الموضوع مش موضوع تناك، الموضوع ان انا لعيب واحد مع واحد مع صديقي او لعيب تاني ليا في الاوضه، يعني انهي ازاي لعيب ناس تانية تطلع تسلم عليا وتقعد معايا في الاوضه؟ واللي بيقول لك ما بيحصلش، امال بيحصل مع مين؟ ما انا الشخص اللي بيحصل معايا الحاجات دي، انا الشخص اللي انا بندر في الحاجات دي. انا تاني برجع اقول انا بطلبش امتيازات، انا بطلب الحاجات اللي انا بشوفها بره الحاجات دي. والله انا يعني مش محتاج احلف عشان احنا بنتكلم يعني في موضوع، انا الحاجات دي اتعمل لي بره، مش عايز اقول صلاح لوحده بس اتعمل لي بره من ناس من غير ما اطلبها. انا ما طلبتش اي حاجه من الناس انها تعمل لي دي، وبيعملوا لي دي عشان بيقولوا لي انت وضعك دلوقتي مختلف شويه، فانت لازم تاخد 1 2 3 4. الحاجات دي كلها بتتعمل لي من غير ما اطلبها. انا في مصر لما اجي اطلبها اصلا مفيش رد، انا ما عنديش مشكله انت تقعد ترد وتاخد وتدي معايا، لا ده مش مطلوب، ده مش هينفع، ده مش هنقدر نعمله. بس الحمد لله عندك كل الامكانيات اللي تعملها، وبالنسبه للمنتخب مش لعيب كصلاح، بالنسبه للمنتخب انك تقدر تعمل الحاجات دي كلها، ودي حاجات صغيره جدا بتسهل لك حاجه، يعني بتخلي اللعيب نفسه مركز في الماتش ومركز في كل حاجه. انا ما طلبتش حاجات، انا مطالب كل حاجه ان انا ابقى مرتاح في الاوضه، ما حدش يطلع لي في اي وقت، ما حدش يخبط عليا في اي وقت، ما حدش على ايه بيرن الجرس وداخل عليا في اي وقت. ده اللي انا كل اللي طلبته، ما طلبتش انا اي حاجه، ومش جاي دلوقتي ان انا استعط في الناس واقول لك بص الحقوني يا جماعه. لا انا بقول لك على مشكله انت اللي طلعت في الاعلام عشان تتكلم فيها، فانا بقول لك هي المشكله 1 2 3. فدلوقتي انا الحاجات اللي طلبتها كلها طلبات عاديه، وكان مشكلتك كمان في الطياره وان احنا نروح ونروح ازاي بطياره خاصه، واللعيبه عندها طياره خاصه، عندنا طياره خاصه، الفرقه عندها طياره خاصه، والمنتخب طبعا عنده طياره خاصه، ودي حاجه تحسب للناس اللي بتعمل كده. بس في جزء كبير لازم تبقى فاهمه، اللعيبه لازم تسافر بيزنس وتبقى مرتاحه في اي طياره ايا كانت الطياره. كل المنتخبات الافارقه بيسافروا في طياره بيزنس، كل المنتخبات. كنت بتكلم مع لعيب افريقي معايا في الفرقه طبعا يعني عارفينهم غير ذكر اسامي، بيتكلم كل سفرهم بيزنس، وكل طياره بيركبوها بتبقى بيزنس، عشان اللعيبه لازم تبقى رايحه مرتاحه، مش راكبين جنب بعض ايكونومي وقاعدين بس كل واحد فارد رجله على الثلاث كراسي وكده اسمك انت مرتاح. انا كده مش مرتاح، انا في حاجات صغيره جدا جدا ممكن تبقى يعني حاجات صغيره بس بتفرق جدا مع اللعيبه. اللعيبه لما يبقى رايح 5 6 7 8 ساعات سفر وراكب بس ثلاث كراسي قاعد حاطط رجله عليهم، ما انا مش فاهم، اللعيبه بتبقى مش مرتاحه. في لعيبه ما بتتكلمش، بس انا دلوقتي واجبي ان انا اتكلم. انا بعتذر تاني، انا مش كابتن فرقه، بس في لعيبه ما بتتكلمش. ف انا مش عايزك تقعدني بيزنس وتقعد اللعيبه ورا ايكونومي. انا ما طلبتش ده، انا بقول لك خلي كله ازاي يبقى المنتخب مصر بالاسم ده والحجم ده، وانت والامكانيات الموجوده، لان الحمد لله داخل فلوس كتيره جدا بالنسبه للمنتخب بعد صعودنا كاس عالم وايرادات كويسه جدا من السبونسرز والحاجات دي كلها. عندك كل الامكانيات، مفيش حاجه اسمها مش موجوده، كل الامكانيات موجوده. فكل اللي انا بطلب بيه كان حاجه ليا وللمنتخب، ما طلبتش حاجه. اللي قلت لصلاح لو في طلب واحد صلاح طلبه ليه شخصيا انه قال اللعيبه ما تاخدش زيه او اللعيبه ما تعملش زيه، قول عليا يعني. افتكر انت قلت كل حاجه في المؤتمر وحاولت تطلع شكلي اللي هو اللي كاره البلد بالشكل اللي انت عايزه، والناس تاكد ان هم مش هيصدقوا ده كله. لا الناس، انا الحمد لله انا
عارفه لما صلاح بينزل يدي المنتخب بيأدي بشكل عامل ازاي وطلع كل حاجه في الملعب. يعني حاجه اخيره بس، هي الفكره كلها ان انت بتدخل المحامي بتاعي ان هو طرف ثالث، طرف ثالث، طرف ثالث. هو انا ما عنديش مشكله او انت عندك مشكله لازم تفهمها، ان ما فيش حاجه اسمها تبقى في يعني تبقى في اتصال بينك وبين اللعيب دايركت. يعني انا ما عنديش مش يعني ما بقولش ان انا بتنك وان انا كده، العالم كله ماشي كده. انت طبعا على درايه اكتر مني بالحاجات الاداريه، بس هو الطبيعي جدا ان اللعيب المحامي بتاعه او الوكيل بتاعه هو اللي بيمثله، فهو اللي يتواصل معاك. فانا مش عارف ليه انت مش قابل دي، ودايما في الخطابات بتاعتك ده طرف ثالث. هو مش طرف ثالث، هو الممثل بتاع محمد صلاح، فده الطرف الثاني هو وصلاح. يعني هو بيتكلم باسم صلاح، ما بيصحاش الصبح يكتب خطاب ويقول لك اصل ده من طرف انا، هو ده طرف تاني في الموضوع زيه زي. فلازم يتعامل المعاملة بتاعت صلاح، ملوش دعوة بقى انه كولومبي اي جنسية، هو ملوش دعوة بالموضوع ده، هو لازم يتعامل معاملة طرف تاني. فمش كل مشكلة تحصل ما بيننا يتقال عليها اصل الوكيل بتاعه او المحامي بتاعه هو سبب المشكلة عشان هو مش مصري. يعني ما افتكرش ان ده حل المشكلة. انت بتحلش اصلا مشكلة مؤقت، انت كل شوية بتعقد الموضوع بانك بتدخل ده طرف ثالث، ده واحد كولومبي. الموضوع مش كده خالص، الموضوع اسهل من كده. الموضوع انت بتتكلم كواحد بروفيشنال، واحد بروفيشنال بترد عليه بخطاب، بترد عليه بايميل زي ما بيرد عليك وخلاص، والموضوع يبقى ماشي قانوني وكل واحد يبقى عارف هو واقف فين. انما انك تسرب بالخطابات اللي موجوده ما بينكم وتسرب كل حاجه وعشان خاطر تشوف رد فعل الناس وبعد كده تشوف الخطاب تاني، انا ما افتكرش ان ده حل خالص بالنسبه لينا ولا بالنسبه للمنتخب خالص في الفتره دي. فانا معلش لو طولت عليكم شويه، بس ده كلام كان لازم مهم جدا بالنسبه لي ان انا اقوله. واتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه بالتوفيق لمنتخب مصر ونعمل نتائج ايجابيه. شكرا. الأخيرة دي يعني هي اللي تهمنا، يعني اللي هو يعني حتى صلاح في الجملة الأخيرة برغم كل ده لكن بيقول إن شاء الله نعمل نتائج إيجابية فيما هو قادم. يعني كابتن مجدي هنا ما فيش وسيلة اتصال مباشرة، معقولة؟ أنا من الكلام ده كده أنا شايف ما فيش وسيلة اتصال مباشرة بين اتحاد الكرة والكابتن محمد صلاح، أمال بيتكلموه إزاي؟ يا سيدي الفاضل، الراجل بيقول لك ما ينفعش تكلم اللعيب مباشرة، أنت وكيله، كلم وكيله. طب يعني معنى كده يا محمد أنت موافق على أن أنت بقى يبقى أنت اللي بتقول أن اتحاد الكرة قدم استقالته؟ ليه؟ إزاي أنت لعيب وتقول أن اتحاد الكرة قدم استقالته؟ أنت رأيك كيف الكلام ده يا أستاذ وائل؟ أنت رأيك إيه؟ لا هو في العلاقة بين اللاعب والاتحاد لا، يعني هنا في الـ هو احنا بنتفق مع عايزين اللعيب نمضي معاه عقد، ده جاي يمثل بلده، ازاي ما تبقاش العلاقة بيني وبينه مباشرة؟ يعني ما فيش علاقة مباشرة. انا شايف ان محمد خانه التوفيق في بعض الكلام اللي قاله، وشايف ان محمد واضح انه ما يعرفش الايميلات فيها ايه. اما يقول لك وبعدين احنا ما جبناش سيره كولومبي، يا رب يبقى كولومبي ولا هندي ولا طلياني ولا امريكاني، احنا ما يهمش، بس هو بيقول لك ما تتعاملش مع الوكيل بتاعه لانه طرف ثالث. يعني هو طرف ثاني يا سيدي الفاضل، يعني معنى ده انا لو اتعاملت، ده انا كويس ان انا بقول طرف ثالث، لان انا لو اتعاملت على انه طرف ثاني يبقى في واقفه مع محمد انه بيقول لاعضاء مجلس اداره الاتحاد ورئيس الاتحاد عضو مجلس اداره الفيفا استقيل ومديك فرصه 5 ايام. الله، ده ولا اللي خطف حد من عندنا ومدينا مهله لحد ما يرجعوا لنا. لا ده برضه ده مش كلام، لا مش كلام منطقي يعني، وما يطلعش محمد صلاح ابن البلد وابن الريف. فانتوا عشان كده فضلتم استخدام تعبير الطرف الثالث حتى لا يتم تحميل صلاح هذا الكلام. يعني احنا مش عايزين نحمله اي حاجه. يوم هو محمد طالع يقول انتوا بتقولوا ليه عليه طرف ثالث؟ لا يعني معنى كده انت اللي قايل يا محمد، ده لو لعيب كرة بيتحكم ده بيليه ما تحكمش في اتحاد البرازيل. الله، مارادونا ما تحكمش في اتحاد الارجنتيني، ميسي ما بيتحكمش. ميسي متهم باختيار واستبعاد لاعبين واختيار المدرب يا ريس، ده موضوع. طب ما هو محمد صلاح برضه عنده لعيبه بيحبها ولعيبه بيرتاح لها، بيقعد مع المدير الفني ممكن يجيبهم. ما هو في اختيارات وفي كواليس الناس مش عارفاها برضه.
يعني يمكن انه يقول انا اللاعب ده كويس. لا لا يقول لك انا برتاح مع ده بصفته نجم الفريق وبصفته انه واحد من اهم اللعيبه. انا نفسي كان مايكل سميث مدرب منتخب مصر سنه 86 بطوله افريقيا كان بيقعد معايا تقول لي تلعب ايه وعايز تلعب ثاني مركز وتلعب جنب مين. لكن في النهايه ما بتحددش انت. لا ما بياخد مني الاسماء ممكن هو يجيبها عشان يريحني بصفتي لعيب مهم عنده. بما يخدم مصلحه الفريق. ما ايوه بما يخدم مصلحه الفريق طبعا بما يخدم مصلحه الفريق. لا بس انا فهمت من كلامك ده يا كابتن مجدي ان صلاح يفرض لاعبين على المدير الفني. لا يا سيدي الفضل انا بقول لك ماما انا بقول لك ممكن يكون هناك. انت بتقول لي ميسي انت بتقارن بميسي انت وائل بتحب تلعبني وانا ما مصحصح لك. لا انت بتقول لي ميسي ما هو أنا بس خلي بالك ليه لا وبقول لك ممكن محمد صلاح يتخذ رايه بقول لك ممكن انا ما قعدتش انا اولا ما قعدتش خالص ولا محاضره عمري في حياتي ما قعدت محاضره المنتخب مصر اسمع بيتكلموا فيها فنيا في ايه لان احنا دخلنا الاتحاد وكان المنتخب ماشي وما كناش عايزين نعمل اي بلبله واخد بالك فانا ما اعرفش ايه اللي كان بيتقال ولا ايه اللي بينهم ولا انا كنت وحتى ما طلعتش رئيس بعثه المنتخب مصر الاول من ساعه ما دخلت الاتحاد لحد دلوقتي. طب قول لي يا كابتن مجدي دلوقتي الكلام اللي قاله محمد صلاح ده كان في تقرير هيصدر عن تقييم اداء البعثه بالكامل وعن الاخطاء اللي تم الوقوع فيها وعن المخالفات التي حدثت وتحدث مساءله اختفى هذا التقرير و مين اللي هيطلع التقرير ده؟ مين اللي هيطلع التقرير؟ مين ما انا معرفش المدير الاداري واتحاد الكوره كمان المدير الاداري عمل تقريره ولا مذكر اي اخطاء قال لك ان في بعض التجاوزات من بعض اللاعبين اللي عملت كذا وما كانش وتم التنبيه عليهم وخلاص والتزموا. المدير الاداري كتب تقرير عادي جدا المدير الفني اللي مشي كتب تقرير عادي جدا وان احنا عملنا كذا وان منتخب مصر حقق نجاحات وان 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 والحمد لله وصلنا وبتاع وخلاص واحد ماشي. الكلام اللي بيقوله محمد صلاح ده بقى الجانب اللي بعيد عن وكيله خال. لا كلام معناه يا كابتن مجدي ان كان في فشل اداري تام يا في اداره البعثه في كاس العالم. انت لم تكن مسؤولا ازلكش كمسؤول ده ما نطلعش نقوله لا على التلفزيون ولا نبعته في ايميل ولا انت محمد صلاح عمال يقول لك مش انا وبعدين يغلط شويه يقول لك انا بس لا ده مش انا ده اللعيبه. انت الايميلات عندك فيها لعيبه؟ لا انا بكلمك خلاص سيبنا من رامي عباس. ايوه طيب ما انا بقول لك اهو ما انا بقول فكره ان اللاعبين ما كانوش مركزين بسبب انه ما فيش الاول عندك انت طياره كلها بيزنس عشان نركب اللعيبه فيها. بس هو بيقول لك المنتخبات الافريقيه بتطلع كلها في البيزنس طيارات يعني. بيزنس نعم المنتخبات الافريقيه في طيارات بيزنس لان اللاعب لما بيكون مرتاح يعني انت لو عديت كده كام مقعد في البيزنس يا كابتن مجدي ما هتقعد في بعض هيقعد وبعض مش هيقعد. مين اني طياره انت عندك البعثه بتطلع 23 لعيب لا ما يهمش في طيارات كبيره هتاخد فيها اللاعبين ما احنا مش بنناقش الطيارات واحنا بننقيها هو احنا بننقي احنا رايحين مسافرين احنا راحت اللاعبين ده هدف عندك يا كابتن يا سيدي الفاضل احنا انت مسافر هام او كان بتاع في فؤاد المهندس انت بتقول لشركه مصر الطيران او انت عامل عقد مع شركه مصر الطيران بتقول لها هاتي لي بوينج 747 لا 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 انت بتشوف الرحلات المختلفه عندك مفيش رحلات ده احنا جبنا طيارات خاصه عشان ما ننزلش في مطارات. انا بقول لك احنا كنا عشان نروح بلد كنا بنقعد 15 يوم هناك وكنا ننزل في 3 مطارات ننام في المطار. الوقت اتغير طيب الزمن اتغير. المضمون المضمون النهائي في كل ده اللي انا بسمعه من الكابتن محمد صلاح ولما اسمعه من محمد صلاح غير لما اسمعه من حد تاني يا كابتن مجد. ليه؟ لان محمد صلاح لما يقول ده معناه انه كان تعبان جدا خلال رحلة كاس العالم، تعبان من الصور الكثيرة
انا يعني انا شفت ناس كتير يعني يقول لك انا طلعت ابن خالتي يتصور مع محمد صلاح، ولانهم شخصيات عامه فانا مش عاوز اقول يعني، ومنهم بعض الزملاء يعني، انا طلعت اخويا يتصور مع محمد صلاح. ما هو ده كله يا كابتن عيب نفسي وجسدي. ده يتقال في اوضه مغلقه بنقول ده يتقال، ده حاجات، دي حاجات ما فيش في حته في الدنيا. ممكن يبقى في اخطاء، ممكن يبقى وارد ان 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 في حاجات ضايقته. ما جاش ليه اتكلم مع رئيس الاتحاد؟ رئيس الاتحاد نفسه كان موجود مع البعثه، لو كان في نائب لرئيس البعثه ما راحش ليه قال له الشكوى بتاعته دي؟ ما هو من حقه يشتكي، من حقه. انا يا فندم يا رئيس البعثه، يا فندم يا نائب رئيس البعثه، لو سمحت احنا بنتضررين من طلوع الناس عندنا، ما تطلعوش حد خالص. لو رئيس البعثه ما التزمش وما عملش اللي اللعيبه عايزاه، يبقى ساعتها رئيس البعثه يعاقب او نائب رئيس البعثه يعاقب. طيب انت انما انت ساب الموضوع عشان تخليه معاك وبعد كده في الاخر تقول يعني الراجل ممكن يكون اثناء المباريات كاس العالم يعني ربما فضل عدم اثاره هذه الموضوعات، وربما كانت الامور ماشيه تمام ومحدش بيطلع الساعه 4 ولا حد بيطلع الساعه 3. ما هو مش هيكذب في دي يا كابتن مجدي. لا بقول لك يمكن ده ممكن، ما هو انا ما بقولكش انه بيكذب، انا بقول لك انها حصلت، لكن ساعه كاس العالم ما حصلتش، ما حدش طلع له الساعه 3 الصبح ولا 4 الصبح. وبعدين لابد من ان ازاي انت بتقول انه التقرير ما فيش فيه حاجه وكانه الصوره كانت ورديه تماما؟ أنا مش فاهم يعني. انت نطيت في حته تانية ليه؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه. ما هو التقرير مطابق. انت ما عندكش ضيوف النهارده، انت عارف انا بقالي قد ايه معاك على التليفون. انا بس بحاول اخد منك. انت ما عندكش ضيوف يا استاذ وائل النهارده؟ بحاول الاقيك تتكعبل كده في حاجه ولا بتاع. فما اتكعبلتش. ماشي يا كابتن مجدي، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، ما تحرمش منك ابدا. كل سنه وانت طيب يا كابتن مجدي. طبعا يا جماعه انا اللي يهمنا في كل ده حاجتين. واحد، محمد صلاح قيمه كبيره جدا ولازم نحافظ عليها، وكمان لازم نشوف كيف يمكن اداره النجوميه طبيعي انها لما بتتطور وتزداد لمعانها وتزداد شهرتها مش هتبقى زي. وبعدين في سؤال يعني نسأله لنفسنا، هو محمد صلاح متواضع ولا مش متواضع؟ لا متواضع، لأنه الحقيقة العالم كله بيلمس ده بالعكس. ميزة محمد صلاح الأساسية في أدبه الشديد وفي أخلاقه وفي عطائه وفي تواضعه يعني. لكن يبدو أن في مشكلة متعلقة بأن لما في نجم، لأن احنا الحقيقة يعني طيلة السنوات الماضية كان عندنا نجوم احترفوا نعم، لكن ما وصلوش الى انهم يبقوا من احسن 3 في العالم يعني. محمد صلاح الان انا اكاد اجزم انه من احسن 3 ان لم يكن احسن 2، ان لم يكن هو الافضل في العالم الان بعد ان كبر سن ميسي ورونالدو والاداء حتى اختلف. الناس بتتكلم عن الاداء المتذبذب عند عدد كبير من نجوم العالم، وان محمد صلاح يعني هو القادم، هو ومجموعه كبيره من اللاعبين منهم مبابي في باريس سان جيرمان اللي كان تالق مع فرنسا، وعدد كبير من اللاعبين يعني اصبحوا في مصاف الخمسه الاوائل او الثلاثه الاوائل في العالم. يبدو ان في مشكله متعلقه باداره نجوميه محمد صلاح، دي مشكله. في مشكله ثانيه متعلقة كمان بالوكيل، وكيل محمد صلاح. ممكن يكون محمد صلاح بيتفق مع وكيله، لأن صلاح للأمانة مش عاوز يبيع وكيله ويقول أنه للأسف صاغ بعض الجمل بشكل مهين وبشكل أنا مش مسؤول عنه وربما يكون في مشاكل، لكن هو قال لا، ما فيش حاجة اسمها طرف ثالث، في طرف تاني فقط وهو يمثلني يعني. كابتن مجدي عبد الغني بيقول لا، احنا فضلنا ان احنا نستخدم تعبير الطرف الثالث علشان ما نحملش محمد صلاح بعض الجمل والعبارات المهينه اللي قيلت على لسان رامي عباس. واضح ان رامي عباس لما بيقعد يصيغ الكلام اللي اتفق معاه مع الكابتن محمد صلاح بتبقى في مشكله في الصياغه يعني. حكايه اقاله، نحن هنا نطالب بان الاتحاد اللي فشل لا يجب ان يستمر. لكن وكيل لاعب البعض هيقول لا، يعني من المهين ان يحدد مهله لاتحاد الكره انه خلال 5 ايام يمشي.
ده صلاح ما عملهاش يعني. حاجة تانية كمان، انه من الواضح ان في مشكلة كبيرة في التواصل مع الكابتن محمد صلاح. صلاح متواضع، لا يمكن ان يكون مثلا عنده حالة من العنجهية فبيقول لا انا مش هتعامل مع حد بشكل مباشر، لكن هو النجم يا جماعة اول ما بيتحول لنجم كبير بيتحول الى مؤسسة ويدار كمؤسسة مش كشخص ممكن تكلمه في اي وقت، لا هو تحول الى مؤسسة ويتم ادارته اعلانيا وبالتواصل وبالاتصالات بشكل مختلف عن محمد صلاح لما كان بيلعب في المقاولين، او محمد صلاح لما كان بيلعب في بازل السويسري، او حتى محمد صلاح لما كان بيلعب في روما لم يكن اكتسب كل هذا البريق واللمعان. في ليفربول دخل في مرحلة تانية جعلته من افضل 3 أو 5 في العالم. ده محتاج ادارة هذه النجومية. الحاجة التانية، بعض مطالب محمد صلاح هي مطالب عادلة ومشروعة، ربما صغها رامي عباس بشكل لا يليق، لكن هي بعضها او معظمها مطالب مشروعة. لما يقول انا عاوز سيكيورتي، لان اللي بيحكيه ده انه اي حد يخبط ويطلع يتصور، اضحك الصورة تطلع حلوة، ما ينفعش. طب ما اللاعب مع كل وقفة هيوقفها كده ما هيتعب ومش هيركز، وخاصة لو لك أن تتخيل لو في 30 واحد طلبوا يتصوروا معاه قبل اللعب، وهو هنا الراجل لو هو مصاب بالعنجهية هقول لك إيه يعني يا أخي ما تتصور، لكن لا، ده جزء من الراحة الجسدية، جزء من أدواته في الملعب يعني والتركيز. فالحال لابد انه يتم تحقيق هذه المطالب لكل اللاعبين، ان يبقى فيه فكرة المعسكر يبقى محكم منغلق ومغلق تماما، وما ينفعش اي حد يطلع يخبط. لما كنا بنقول هذا الكلام خلال كاس العالم كانوا بيطلعوا بينفوه، صلاح طلع قاله. صلاح في الفيديو يختلف عن صلاح في ايميلات رامي عباس، نعم. وهنا ده محتاج للكابتن محمد صلاح بهدوء شديد يقول لرامي عباس استخدام بعض الجمل، الصياغات لابد من انه بعد ما يتم صياغتها ابص عليها بصة، لا تبص عليها بصة على اعتبار انه ما ينفعش اذا لم يتم تنفيذ ده خلال 5 أيام تمشوا. ده كلام احنا ممكن نقوله في الاعلام ونطالب به، لكن في علاقة بين وكيل لاعب واتحاد كرة ليس مقبولا وليس لائقا يعني. لكن مطالب محمد صلاح يجب النظر إليها بموضوعية والتعامل معها، وإزاي يا جماعة نحلها، لأن اللي يهمنا هو إحنا داخلين في بطولات قادمة، هندخل هيهمنا إن إحنا ما يبقاش كاس العالم ده الوصول إليه كان صدفة بعد كل هذه السنوات، لا خلاص منتخب مصر لابد أن يحجز مقعدا ثابتا دائما في بطولات كاس العالم القادمة، كمان بطولة كاس الأمم الأفريقية لازم يكون طموحنا أن احنا نحصل عليها. فكرة التمثيل الجيد والمشرف تجاوزناه، كل دي أعتقد مطالب، مشاكل، أزمات يجب حلها. وانا سالت الكابتن مجدي عبد الغني عن ايه اللي تم، ممكن يكون بعض الصياغات بتبين ان في فجوه بين محمد صلاح وبين خطابات وكيله، دي محتاجه حل، والحل هنا عند محمد صلاح. في مطالب مشروعه الحل فيها عند اتحاد الكره ولابد من تحقيقها، وهنا المعسكر القادم لابد أن يكون منضبطا تماما، اللاعب فيه ما بيشوفش حاجة تانية، ما فيش حاجة اسمها اضحك عشان الصورة تطلع حلوة، ما فيش داعي للصور التذكارية، ما فيش داعي لأن اللاعب ممكن يطلع له أي حد في أي وقت. محمد صلاح في الفيديو بيتكلم عن أنا بطلب ده يا جماعة لكل اللاعبين، رامي عباس بيطلب ده لمحمد صلاح فقط، ويتحدث بلغة فيها بعض العنجهية يعني علينا ان احنا نتخلى عنها. تعالوا نساند محمد صلاح، نحافظ على نجوميته وفي نفس الوقت
لا نقبل اي صياغات مهينه يعني، ويمكن انها تظهر محمد صلاح بمظهر انا واثق انه مش ده محمد صلاح. محمد صلاح المتواضع شديد الادب اللي بيستخدم جمله جيدا، بيستخدم تعبير لحد وهو بيتكلم بيقول انا يجب ما اقولش الكلام ده اللي يقوله كابتن الفريق، انا مش الكابتن لكن انا مضطر ان انا اقول ده علشان ادافع عن نفسي. وبالتالي هنا يعني حتى اتمنى انه يبقى في العلاقه تاخذ، طالما انها هتستمر يعني، ناخد من الجمله الاخيره اللي قالها محمد صلاح انه تعالوا نبص لقدام ونشوف ايه اللي ممكن نعمله. اللي انا بقى مندهش له تقرير بعثه كاس العالم الذي لم يصدر حتى الان، ولا احد تم مساءلته ولا احد تم محاسبته. هي دي المصيبة الكبرى بقى، بعيدا عن محمد صلاح وبعيدا عن رامي عباس وبعيدا عن هذه المشكلة، نحاسب مين في الأخطاء التي حدث اللي اعترف بيها أيضا محمد صلاح وقال أنا ما كنتش عايز أقول الكلام ده. لكن اللعيبة نعم، أي حد بيطلع يخبط، أي حد بيطلع يقعد، التقاط الصور، في مشاكل متعددة ومختلفة يعني. طيب هنكمل معاكم بعد الفاصل. و